وثيقتك وينها؟ اغراض خاصه داخل قلبي. وثيقتك داخل قلبك. اللي بقلبك ابيك تقول. يعني ايش فيك تطالعني؟ متارس عينك؟ لا متارس عيني. الحس الوطني بالنساء اعلى من الرجال انا اشوفه. اذا اعطيتك فرصه ان تكتب وثيقتك وكانك اليوم انت مرشح اليوم انزين وتمثل امه انزين واعطيتك هذه الفرصه، شنو البند الاساسي المصيري اللي بالفعل الكويت تحتاجه؟ حقوق الانسان، قضايا الفساد. البند الاساسي الوحده الوطنيه. بس انا عندي البند الاول هو التعليم. ما راح يتطور بشكل عام الانسان الا ما تطور بالعلم كتربيه وعلم. خلوا الناس بحالهم يختارون قيمهم يختارون مبادئهم. اعتقد ان الوثيقه لازم تنبني على صوت المواطن قبل ما تكون يعني صوت افراد اجتمعوا وكانوا يعتقدون ان هذه الوثيقه لازم انها ترسم بهذا الشكل. حقوق الانسان اذا ما تعدلت احنا ما راح نتعدل. البندين هم اساس كل شيء، العدل اساس الملك. هذول البندين ما شفناهم بوثيقه القيم اللي طلع. انت لا تتاجر بالناس، انت مو عشان تاخذ صوت فلان وفلان، لا لا لا، هي مصداقيه، اذا ما عندك مصداقيه انت الوثيقه والله ما تسوي شيء. احس ان انت حاط الوثيقه داخل. لا لا وثيقتك وينها؟ اغراض خاصه داخل قلبي. وثيقتك داخل قلبك. اللي بقلبك ابيك تقول. بالنسبه حق المرشحين انا معاي اختياري حق المرشح هي مواقفه السياسيه، ما اختار النائب على طرحه بالندوات. واذا كان مرشح جديد على الساحه شلون اختار مرشح جديد؟ اذا جيت له توصيه من مرشح سابق موثوق. بحمود قلت لي الشق عود. نعم الشق عود، في قضايا بالبلد تحتاج وقفه، يعني وقفه رجال. شوف انت شفت اليومين ايش صاير الطق، اقسم بالله العظيم هذه 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 امور طفوليه. وين برامجكم؟ وين النظره للمستقبل؟ الناخب انت صاحب الصوت، انت المسؤول امام الله وامام المجتمع. شلون انت تعطي صوتك حق واحد كأنك قاعد تشجع قادسيه عربي سالميه الكويت؟ شنو انت وين قاعد؟ في شيء لابد ان احنا نغيره، هي ثقافه المجتمع نفسه. شوفي هو كما تكون يولى عليكم. فاحنا بيئتنا بيئة الرئاسة، الوالد لازم هو البيج بوس بالبيت، بس للأسف مو لاقين، يعني هم لما ترد تقعد تقول لا المفروض يرشحون الفلان يرشحون، غلة غليلة اللي تأشر عليهم وتقول فلان وفلان هم اللي ناجحين. أنا أرشح إنسان أول شيء أدري إنه نظيف، عمره ما دش فلوس حرام في مخباته، أدري عمره ما دش في موضوع الجدال اللي قاعد يصير بين المرشحين، وأنا طلعتك وأنت ما أعرف شنو هالحكي هذا اللي قاعد يطلع اليومين. شلون نعرف ان هذا المرشح مرشح صادق امين؟ شوفي احنا في زمن كل شيء بالاوراق، كل شيء بين. تبون تسوون ذمه ماليه سووا ذمه ماليه، وانا اتمنى يطلع قانون يفرض على المرشحين ان يسوون ذمه ماليه من اول ما يدخلون لين يطلعون. راجعوا الجنسيه، راجعوا التزوير ما تزوير والامور هذه كلها، راجعوا الشهادات. عندنا احنا شهادات مزورة اكثر من الجناسي بمراحل. بطلب منك طلب، لما توصل الصندوق خل هذا كله ورا ظهرك، انت اوريدي ما همك شيء. فعند الصندوق صوت للافضل. خلي اللي اشترى صوتك لا تصوت له. احرقه. خلي اللي اشترى صوتك لا تصوت له. احرقه.